يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إن دارا بها حديث الكساء، إن دارا بها حديث الكساء، دار بل كم هناك من نظراي، كبسوا باب بجزل ونار، فعلت ثم ضجة الأعداء، فعلت ثم ضجة الأعداء، كبسوا دار بجزل ونار، فعلت ثم ضجة الأعداء. أي ذنب لفاطم يوم لاذا، أي ذنب لفاطم، أي ذنب لفاطم يوم لاذت خلف باب عن عفة وحياء، أي ذنب لفاطم يوم لاذت خلف باب عن عفة وحياء، فلماذا اتكى على الباب عمدا، فلماذا اتكى على الباب عمدا، عاصرا جسمها بكل اعتداء. وش صار؟ فلماذا اتكى على الباب عمدا، عاصرا جسمها بكل اعتداء، أسقطت محسنا جنين حشاء. هذا اللي صار. أسقطت محسنا جنين حشاغا، إن قلب الإنسان بالأحشاء. بعد سووا، ثم قادوا بالحبل قسرا عليا، وهذه لوعة. ثم قادوا بالحبل قسرا عليا، وهو يدعو بسيد الشهداء، يا أخي جعفر وحمزة عمي أدركوني، يا سادة البطحاء، ثوت الطهر وهي مغمى عليها برهة لم تفق من الإغماء، أخذوا بعلغا وحين أفاقت تبعتهم بصرخة وبكاء. لا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي، منذ الفاطمية الأولى اللي مجالسي كانت في البصرة، ما أدري الأحبة تابعوها ولا، وقد بثت على قناة الأنوار، وعدت الإخوة الكرام، بس التفتوا لي أكو بحث مهم أريد أطرحه بهالليلتين، ولعلي إذا ما لحقت أكمله بالليلتين أكمل مجالسي، ستكون مستمرة على هاي القناة إن شاء الله إلى الفاطمية الثالثة. يعني أشوف هسه، ما أدري، أحاول أكمله هنا بليلتين. هناك وعدت أنا أنه السنة الفاطميات كلها راح أخليها لخطبة الزهراء، كل الفاطميات كل ما يكون عندي مجلس أختار لفقرة من خطبة الزهراء أو بعض الفقرات اللي تشير إلى حقيقة من الحقائق
أقف عند هذه الحقيقة اللي أشارت لها الزهراء إما بفقرة أو بفقرات ضمن خطبتها، ولكن كل هذه الفقرات تشير إلى حقيقة كبرى واحدة. أول فقرة أخذتها في الفاطمية الأولى إذا الأحبة تابعوا بخمس ليالي تكلمت بيها، ولهذا أقول هذه الفقرة شلون راح أكملها بليلتين ما أعرف، حتى أخذ فقرة جديدة وهكذا. بالبصرة أول فقرة طرحتها فقرة وأضيعت الحرمة عند مماته. أضيعت الحرمة تقول الزهراء، أنا خمس ليالي تكلمت في معنى الحرمة أو أزيلت في معنى الحرمة وكيف أزيلت الحرمة بخمس ليالي. الآن أيها الإخوة أريد أخذ كم فقرة من خلالها، من خلال هاي الفقرات أستل حقيقة أشارت لها الصديقة الكبرى فاطمة في خطبتها الثقيلة الوزن، في خطبتها الجليلة القدر، في خطبة المعارف الإلهية. طبعا هسه قبل لا أقول يا فقرات أنا أقرأها من المصدر، بس أريد كلش التفتوا للشباب حتى أقول معلومات مهمة. في البداية أريد أشير إلى حقيقة مهمة باعتبار هاي الفاطميات للثالثة، أنا راح كل أتكلم بخطبة الزهراء. إخواني خطبة الزهراء من أصح ما ورد عن آل البيت سندا ومضمونا ودلالة، التفتوا لي منتهين منه، وهذا رواه الشيعي وغير الشيعي والكل متفق على هذه الخطبة الشريفة المبارك، حتى أن مصدر من مصادر هذه الخطبة لعالم من غير أتباع آل البيت اللي هو ابن طيفور. هسه ما أدري سنة ولادته وسنة وفاته شوية مهمة، شوفون قدم هذه الخطبة وكيف رويت، بس التفتوا لي جيدا. هذا المصدر من مصادر غير أتباع آل البيت، مو من مصادرنا، من علماء غير أتباع آل البيت روى خطبة الزهراء في كتابه بلاغات النساء. طبعا هذا مصدر من عشرات، بس أنا ما أريد أضيع وقتي بالمصادر. هذا الكتاب من غير أتباع آل البيت بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد ابن أبي طاهر طيفور، بس التفتوا لي ولادته ووفاته، المولود ببغداد سنة 204 هجرية، سنة ايش كثر؟ 204، احنا الآن 1435، هذا مولود سنة 204. أسألكم بالله سنة 204 يعني الإمام المهدي كان مولود أو بعد ما مولود؟ ها؟ بعد ما مولود، لأن الإمام المهدي ولد سنة 255 للهجرة، 255 هذا ولادته سنة 200 وش كثر؟ وأربعة. يعني هذا في زمن الإمام الهادي وفي زمن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، تفتوا. أما وفاته المتوفى سنة 280 للهجرة، 280 للهجرة وفاته، جيد 280 للهجرة، يعني بيا زمن الغيبة الصغرى، باعتبار الغيبة الصغرى ابتدت سنة 260 للهجرة، صحيح ولا 260، انتهت سنة 329. فهذا في زمن الغيبة الصغرى توفي ولادته قبل ولادة الإمام المهدي. هذا روى خطبة الزهراء في كتابه مفصلة كاملة من صفحة 23 فصاعدا، هذا كلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول وآله، ومفصلة الخطبة كاملة رواها ابن طيفور، خطبة في كتبنا وفي كتب غيرنا، يعني هذا الكتاب عمره أكثر من 1000 سنة إخواني، وروا هذه الخطبة المباركة. جيد، هسه من الأمور المهمة أيضا اللي أريد أشير لها قبل لا أبدأ بحثي، أنه فاطمة من المهدي إلى اللحد، ما أدري الإخوة ملتفتيني ولا، حتى شوية أستعجل أبدي. صاحب هذا الكتاب فاطمة من المهدي إلى اللحد صورت تعرفوه كلكم، العلامة السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، العالم الخطيب الحسيني اللي الآن مدفون في كربلاء، نقلوا جثمانه إلى كربلاء وفي حرم الحسين، عالم من علمائنا وخطيب من خطباء عليه، صاحب موسوعة من المهدي إلى اللحد، صاحب موسوعة الإمام الصادق اللي تجاوزت 50 مجلد،
هذا العالم الجليل القدر. السيد يذكر خطبة الزهراء إلى راح أوصل للفقرات الأريبة راح أوصل. يذكر خطبة الزهراء سلام الله عليها، بس أكو أمور حلوة أريد أقولها. طبعا بالبداية السيد رحمة الله عليه يجيب مصادر مهمة للخطبة الشريفة من كتب الشيعة وغير الشيعة، أنه السيد المرتضى علم الهدى رواها متوفى 436، ابن طاووس في الطرائف، الشيخ الصدوق اللي هو في زمن الغيبة الصغرى، وهكذا من كتبنا ومن كتب غيرنا. ذاكر مصادر مهمة إلها السيد القزويني. من ثم أيها الأحبة أكو أهم نكتة شفتها يذكرها اليوم حبيت أذكرها قبل لا أبدي بحثي، حتى بس أكمل هاي النكات السريعة، أبدي بالفقرات الأريدين وأبدي بحثين إن شاء الله الليلة وبكرة. بس أكو نكات شفتها حلوة قلت ما يصير أمر عليها مرور الكرام، كون أذكرها. نكات شفتها كلش دقيقة وتستحق الذكر على المنبر. طبعا هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، السيد القزويني هذا كتابه فاطمة من المهدي إلى اللحد أوصى بأن يوضع على صدره في القبر، يعني النسخة الأصلية اللي كتبها بخط يده ووضعت على صدره لاعتقاده بهذا الكتاب. ولما فتحوا جثمانه بعد 17 سنة لقوا جسمه كما هو، كما تدرون إن شاء الله تدرون بقصته يعني، وجابوه إلى كربلاء والكتاب على صدره سالم كل شيء ما بي. كتاب مبارك هذا. المقصود السيد متكلم عن بداية خطبة الزهراء، هكذا تقول كتبنا وكتب غيرنا، أنت أن فأجهش القوم بالبكاء، هاي بداية الخطبة قبل لا الزهراء تبدأ بخطبتها سوت أنت أن فأجهش القوم بالبكاء والمسجد كله صار بكاء. ثم تكلمت السيد هكذا يعلق، شوف التعليق حلوة أريد أذكره، يقول رحمة الله عليه، يقول وأنت أن إنني أعجز عن التعبير عن تحليل تلك الأن اللي صعدت فوق المنبر، أنت المسجد كل أجهش بالبكاء، ما يحتاج قوريزو تحضيره بيت نعي كله ما يحتاج، أن وحدة المسجد كله بكى. السيد يقول أنا عاجز عن تعبير تلك الأن، أنا ما أعرف شنو من أن هاي اللي أنتها فاطمة سلام الله عليها، بس التفتوني ومدى تأثيرها في النفوس، إنها أنة واحدة فقط تهيج عواطف الناس فيجهش القوم بالبكاء. أنا ما أدري ما كانت تحمل تلك الأنة من معاني، ما أعرف ما أعرف. ولماذا أجهش الناس بالبكاء؟ لأنها أنت يعني هم. يقول السيد وهل الأنة الواحدة تبكي العيون؟ واحد يصيح آه ما حد بكي ما حد بكي، وتجري الدموع وتحرق القلوب. ثم قال هاي المسألة الثانية اللي أشير لها، هذه ألغاز لا أعرف حلها. الله أكبر، هذه ألغاز لا أعرف حلها، ولعل غيري يستطيع حل هذه الألغاز، أنا ما أعرف تحليل هاي الأنة، أنا عاجز عن فهمه. هاي الأنة الفاطمية اللي أبكت المسجد بمن فيه، وأقول للسيد القزويني لليوم نحن عاجزون عن فهم هذه الأنة الفاطمية. هذا حكي علماء إخواني، هذا حكي علماء، أنا تعمدت أجيب المصدر وياي، هذا حكي علماء. جيد، هاي النقطة الثانية اللي حبيت أبينها. أما أصل الموضوع راح من عندي 10 دقائق إلى الآن، الزهراء بدأت بخطبتها ثم قالت أثناء خطبتها، هاي هنا أريد أوقف بالي الأحبة يمي، هنا أريد أوقف. ثم قالت أيها الناس، أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. أني أسألكم بالله إخواني بس التفتولي شوية، وراح يجي بحث قرآني طويل الذيل بهالكلام هذا، بس شوية شوية. أني أسألكم بالله، أكو واحد بالمسجد كان يشك هاي فاطمة وأبوها محمد؟ أكو؟ ها؟ الكل يعرف هاي فاطمة وفاطمة منو أبوها؟
شنو تقولهم أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد؟ شنو يعني؟ خول ندري أنت فاطمة وأبوك محمد، يعني مو فشي هذا. حتى أطفالنا تعرف أنت بنت محمد واسمك فاطمة. ليش تقول أيها الناس اعلموا اعلموا وافهموا وأدركوا وعرفوا قيمة هاي الحكاية؟ هاي الحكاية مو سهلة. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا. هذا الكلام اللي أقوله ترى أنا ما غلطانة بي. شنو هو منو قال لك أنت غلطانة؟ هو منو قال لك أنت مو فاطمة؟ هو منو قال لك أبوك مو محمد؟ خو ندري أنت بنت محمد. لا يا فارس الزهراء، كان عندها أكو أمور أخرى، مو مسألة نسبية. لا، هاي حكاية كبيرة يا ظهر، اكو براها ما وراها. الان راح اجي البعض اللي وراها. هذا اقول عودا وبدعا، ولا اقول ما اقول غلطا، تفتوا، ولا افعل ما افعل شططا. انا ترى كل شيء قاعد اقوله واسويه بحساب وبدقة وبعصمة كبرى، مو عصمة وسطى ولا عصمة صغرى، وإنما بعصمة شنو؟ كبرى. اللي قاعد أقوله كله محسوب، وكل شيء بيه أشياء، وكله دقيق. فالتفتوا للي أقوله. الزهراء تقول أنا فاطمة وأبوي محمد. شنو بعد؟ فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي علي دون رجالكم، إلى آخر كلامها سلام الله عليها. هاي الفقرة. بعد أيضا أشارت في مقطع آخر من خطبتها إلى نفس الحقيقة اللي أريد أتكلم بها، بعدني ما وصلت لها مع الأسف. يا ابن أبي قحافة، الزهراء تقول له أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا ترث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا فريا. هاي هم قالت للزهراء، وهاي موجودة بهذا المصدر، بهذا المصدر اللي أكثر من 1000 سنة هو من غير أتباع آل البيت. هذا الحكي هم موجود بي. التفتوا زين، هاي هم تحمل نفس الحقيقة، بعد شوية أريد أجيها. بعد أيضا هسه كلام طويل، قبل لا أبدي الآن بنفس المعلومة اللي تشير لها بهاي الفقرات، بس على الأقل ذني الفقرتين اللي بينتها. آخر الخطبة، آخر الخطبة ابن أبي الحديد يذكر هاي الخطبة كاملة. آخر الخطبة صار أكو كلام بينها وبين الأول الزهراء سلام الله عليه. الأول من شاف الجو تكهرب والناس تفاعلت مع الزهراء لما خطبت هاي الخطبة الطويلة، جاوبوا الزهراء، بس جوابه كان خطير جدا أيها الإخوة. ابن أبي الحديث ذكره، وكل المصادر ذكرت خطبة الزهراء، ذكرت ما قاله للزهراء بحضور المسلمين مع الأسف اللي تخاذلوا عن حقها. وهي قالت لهم ما هذه الغميزة في حقي وظلامتي؟ يعني ليش ساكتين؟ شبيكم؟ شبيكم؟ من شنو خايفين انتم؟ يقول التفت لهم الأول. هسه هاي مو من ضمن الفقرات اللي أريدهن، بس أريد أوصلها للشيعة باعتبار المصدر ديني. تفتولي أيها الناس، هذا الأول من ما زهراء انتهت من خطبتها. أيها الناس، ما هذه الرعى إلى كل قالة؟ يا هو اللي يجي يحكي بروسكم تصدقوه وتتفاعلون وياه؟ يقولهم بابا هاي الزهراء، مو يا هو اللي يجي، هاي فاطمة. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. أيها الناس، ما هذه الرعى إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله؟ هاي وين كانت ضامة لسانها بزمن النبي؟ هالشيء هكذا تعامل فاطمة؟ كلام خطير مرعب، تتفطر منه السماوات. التفتوا التفتوا،
ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم. الله أكبر. إنما هو ثعال شهيده ذنبه مرد لكل فتنة. يقول عن علي، يقول علي بن أبي طالب مرد لكل فتنة، وكل شيء يريد يستشهد عليه يصير حاله حال الذئب، استغفر الله. لما يريد يستشهد على شيء يستشهد عليه بذنبه، يعني حيوان مثلا يريد يستشهد على شيء يستشهد عليه بذيله مثلا، فهو منه وبي، شلون تستشهد به؟ شنو الحكي هذا؟ هكذا يمثل الامر للزهراء وبعلها امير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه واله. التفتوا. قال ابن ابي الحديد: قرات هذا الكلام، يعني كلام الاول بمحضر الزهراء، على النقيب ابي يحيى جعفر بن يحيى ابن ابي زيد البصري، ذولا كلهم مو شيعه، تبتون. وقلت له: بمن يعترض او بمن يعرض؟ قال: بل يصرح بانه يتهم علي بن ابي طالب ويتهم الزهراء سلام الله عليه. هذا يصرح اصلا باتهام الزهراء وعلي، مو يعرض، يصرح. قلت: لو صرح لم اسالك. فضحك فقال لعلي بن ابي طالب، هذا يتكلم على علي بن ابي طالب بهذه الطريقه. قلت ابن ابي الحديد: قلت هذا الكلام كله لعلي يقوله؟ ما مصدق، معقوله؟ قال: نعم، انه الملك يا بني. الله اكبر. هسه لا ابن ابي الحديد شيعي ولا استاذه شيعي، قاعد يسال استاذه. انه الملك يا بني، الملك يخليك تتهم علي بن ابي طالب وتتهم الزهراء، تتهم حتى محمد. هذا الملك. شوف هذول اثنيناتهم مو شيعة. انه الملك يا بني. جيد. هسه هنا اكو عندي شبكة ايات قرآنية، هسه ابلش بالبحث، ابدي بالبحث يعني. بس بالبداية خلي اقول، هو شنو الزهراء شرادة تقول بهاي الفقرات اللي قريناها؟ في مسألة إرثها وفي مسألة اعلموا أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. إخواني، وجه من وجوه هذا الكلام ومعنى من معانيه، وما أكثر وجوها ومعانيه، وأكثر وجوها بينت من قبل خطبائنا الكرام وعلمائنا الكرام في كتبهم إلى آخره. أنا بدي أختار وجه قليل ما مطروح على المنبر. إخواني، يظهر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أرادت أن تشير إلى حقيقة خطيرة، وهذه الحقيقة كالآتي: الزهراء أرادت أن تذكر الناس صلوات الله وسلامه عليها بخصائص انفردت بها الصديقة الكبرى فاطمة بأعلى درجاتها، وهذا الأمر ما تأتى لغيرها ولم يحصل عليه غيرها. بس هاي إثباتاتها راح تجينا بالتدريج، الآن كلهن ما أقدر أبينهن واحدة واحدة بالسرة، البحث إلى مقدمات بعدين نوصل للنتائج. هاي الحكاية الآن فقط أشير، بعدين إن شاء الله راح أذكركم بالليلة الآتية، راح أذكركم بإثباتات. الآن فقط أعطي فكرة، فكرة عنوان البحث، بعدين أجل مقدمات البحث وأوصل للعنوان ونتائج العنوان حتى نوصل إلى نتيجة إن شاء الله. تفتون. الزهراء كأنها أشارت في هاي الفقرات إلى خصوصيات انفردت بها بأعلى درجاتها، وإذا وجدت بعض هذه الخصوصيات في غيرها فموجودة في غيرها بالمفرد وفي الزهراء بالجملة، وبهذا فضلت على غيرها. كأنها أرادت أن تذكر الغير بذلك. هسه تقول لي ما قاعد أفهم شو تقول أنت، شنو مفرد، شنو جملة، شنو أعلى الدرجات، شنو إذا غيرها حصل على بعضها هي بالجملة وأكثر، شنو قاعد تحكي؟ هذا كله راح يجينا بعدين، الآن ما راح تفهمه. لكن من أبدي بأمثلته وأبينه في الليلة الآتية، الليلة ما لحق، بالليلة الآتية راح يتوضح كلامي شنو. الآن خلي صورة ببالك، باشر البحث راح يصير أسهل وأجمل كعادتي. أول ليلة يكون صعب، ثاني ليلة أحلى. هذا الكلام زين، هو هذا الزهراء تذكر الناس بذلك، هذا إلى أهمية في نظر الإسلام، والتذكير به إلى أهمية بنظر الإسلام؟ نعم.
اخواني اعطيكم نكته قرانيه بالله خذوها جديده، خذوها شويه تفتوا، يعني مو قصه جديده ما كانت موجوده، لا طرحها تفتوا. اخواني الامور المهمه الله دائما في القران يقول واتلوا ما اوحي اليك في كذا مثلا. يا محمد هاي مو بس تسمعها من جبرائيل، وانما شنو؟ اتلوها، قولها للناس، خلي الناس يسمعوها، لان هاي مهمه. او مثلا مو اتلو، في لفظ اخر بالقران واذكر، صح يولا؟ اقرا لكم بعض الايات. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان شنو؟ ها صديقا. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب كذا. يا محمد اذكر، اذكر واتلو عليهم نبأ موسى وعيسى، واذكر موسى وعيسى وابراهيم حتى الناس تستفيد من ذكرك له وتقتدي به. واضح الكلام؟ زين هذا الذكر مقتصر في القرآن على الرجال أو حتى النساء؟ باعتبار أنا قلت الزهراء سلام الله عليها مهم نذكر هاي الخصائص اللي بيها وموجودة بغيرها، يوم مو مهم؟ مهم خو، مهم في القرآن ذكر هاي الأمور بس للرجال أو حتى للنساء، حتى لما نذكر الزهراء تستفيدون حتى النساء. ولهذا القرآن الكريم ماذا قال مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب منه مريم، عرفتوا؟ واذكر في الكتاب مريم، مريم امرأة، اذكرها وذكر الناس بها وبقصتها وبما جرى عليها حتى يقتدى بها. زين سؤال ثاني، هذه نكات قرآنية حلوة التفتوا لها، والله مجتمعنا نحتاجها، أقسم بالله والله احنا بحاجة إلى هاي المجالس حتى نستفيد. إخواني نريد نغير واقعنا، تعبنا من هذا الواقع المرير احنا بي، والله تعبنا. غيروا واقعنا أرجوكم، وقبل جباهكم غيروا الواقع، حتى هاي الانتخابات الجايتكم غيروا بيها الوجوه كلها 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 كلها، غيروها كلها، ملينا من هالواقع المرير اللي احنا بي. هاي كربلاء مدينة مقدسة، أدخل الآن بهذا الحي أشوف ما مشى، كل ما مبلط وضع مأساوي، ليش تجي يعني مشكلة ويا من تحكي مع من تتكلم المصيبة، يعني ليش هذا الوضع اللي احنا بيه؟ يعني معقولة من يصدق اي شيعة؟ ما اضيع وقتي يعني. انا ما عندي وقت. من يصدق الان اي شيعة في الكرة الارضية يتمنى ان يشم رائحة كربلاء؟ مو يجيب كربلاء، اذا تاخذ له تربة من كربلاء يقول لك الذهب والفضة واثمن الهدايا تروح فدوى الذرة من تراب الحسين، صح يولا؟ وإذا هاي كربلاء يعني أنا ما أعرف يعني ما ليش هذا الوضع يعني؟ مع من نتكلم؟ أنا ما أعرف ويا من نسولف. المفروض المسؤولين يحضرون، هذا محافظ وغير، المفروض يجون هنا حتى نحاكيهم بصورة مباشرة قدام الناس، نقول لهم بابا احترموا الناس، احترموا الحسين، ليش هذا الوضع؟ نريد نغير حالنا. هسه هاي الساحة، أنا قبل شوية الإخوة يسولفوا لي هاي الساحة كأنه تابعة مثلا للبلدية، نريد نغير حالنا إحنا، إذا مو هاي المجالس ومو هاي الحسينيات ومو هاي المساجد ما نقدر نغير حالنا أيها الإخوان. البلد ما ينصلح إذا ما نصلح أنفسنا، إصلاح أنفسنا بالمساجد والحسينيات، صحيح ولا؟ أسألكم بالله وانتم تجاوبون، خاف أنا متطرف. السياسة تصلح أنفسنا وتمرضها؟ أسألكم بالله، لا انتم جاوبوا، ها تمرضها؟ خلي يسمعون الكل، خلي يسمع، خاف انا متطرف بطرحي. سمعتوا في يوم واحد يقول السياسه تصلح انفسنا لو مرضتنا؟ يا اخواني والله مرضتني، والله سوت بينا مليون عله. ما يصلح حالنا غير الحسين ومجالس الحسين والمساجد اللي ذكر بها اسم الله جل وعلا. هاي المساحه خوش مساحه ومكانها محترم، ويقولوا لي تابعه للبلديه وما تابعه لاحد، للبلديه مباشره، ويقولوا لي نريد نسوي هاي المساحة حسينية نخدم بيها الناس، نقدم بيها خير، نصلح بيها شبابنا، نصلح بيها بناتنا، صلاة جماعة، فائدة للشباب، محاضرات دينية، لما تجي العطلة الصيفية أحسن ما أطفالنا بالشوارع يتعلمون الشتايم والفشاير وغيرها، يطبون هنا بالحسينية دورات قرآنية يحفظون أبنائكم القرآن، هذا أحسن يوم مو أحسن؟ يعني شي يصير إذا البلدية هاي المساحة باشر تدز على الإخوة تخابرهم يا بتعالوا كرامة للحسين والمنبر الحسين، هذا حي كبير هنا وهاي منطقة كبيرة سووها حسينية وحفظوا بيها الأطفال قرآن ومسائل شرعية،
وخلوا شبابنا هذا الجيل الجاي جيل يخاف الله حتى يبني بلده. يصير لو ما يصير؟ يصير. أنا أدعوهم بمحبة وبأخوة، وأدعوهم بكل صدق وبكل محبة أن يتعاونون هنا مع الإخوة اللي هم كسبوا وعايزين شغلهم وقاعد يسوون هاي المجالس، ويقول لك إحنا نبنيها ما نريد منكم شيء، أنتوا بس القاع أعطونا إياها ما نريد نتجاوز إحنا، لأن هاي صلاة وعبادة ما نريد نتجاوز، أعطونا إياها رسميا حتى إحنا نبنيها ونخدم من خلالها الناس ونعدل بيها أطفالنا وشباب نحفظهم قرآن. أنا أدعو المسؤولين إلى احترام الإخوة في هذا المكان، وأن هم يساعدوهم، مو الإخوة يطاردون وراء المسؤولين، أن هم يجون يطاردون وراء الإخوة ويقولون نتعاون إحنا وياكم نصلح المجتمع، هاكم إياها سووها مسجد سووها حسينية. أنا أطلب منهم ذلك وراح أتابع ويا الإخوة، إذا ما استجابوا وراح أحكي على المنبر أقول ما استجابوا والجماعة ما يحترمون منبر الحسين، أما إذا احترموا منبر الحسين هم راح أقول، أقول الجماعة استجابوا واحترموا منبر الحسين حتى نكون منصفين وياهم في السلب والإيجاب. هذا كلام منصف ومو كلام منصف. خلنا ننتظر. صلوا على محمد وآل محمد. جيد، خلي أرجع الكلام. مهم ذكر مثل هاي الأمور على الناس. القرآن الكريم يقول نعم مهم، مو فقط في القرآن، واذكر إبراهيم في الكتاب إبراهيم أو إسماعيل، واذكر في الكتاب شنو؟ مريم. ليش أذكر؟ لأنها قدوة. قدوة زين، قدوة للنساء فقط غير؟ لا مو للنساء فقط. شنو الدليل؟ أجيب لك دليل، أجيب لك دليل. شوفوا هاي النكتة القرآنية، هاي سمع النسواننا ورجالنا. قبل كم يوم أشوف نساء طالعات بالشوارع يصيح عن الدين معناه عدم احترام المرأة، أنا شفتهن بعيني. الإسلام ينظر للمرأة فقط بين قوسين كمصطلح فقهي، نكاح تمتع، هيك سمعتني يقولن الإسلام ينظر للمرأة فقط تمتع ونكاح، أما المرأة، المرأة كيان محترم، مو فقط هذا الأمر. الإسلام هكذا ينظر للمرأة؟ الله أكبر. واذكر في الكتاب مريم، ايش اللي ربط بالنكاح أسألكم بالله أيها الإخوة، واحنا الان في تسلسل قراني دقيق، اذكر مهم. ليش؟ قدوه، قدوه للنساء فقط لا للرجال. رجل يقتدي بامراه، هذا الاسلام. بس ذني ما دارسات، ما احترامي لهن ما يفهمن، لو يفهمن ما يحسن هذا الحكي البائس. هن الان يركضن برا اوروبا، اوروبا اللي احتقرت النساء واحتقرتشن ملاحظ، وسوى المنشن سلعه رخيصه تباع وتشترى في سوق الرذيله وفي سوق الشهوات والنزوات، صحيح ولا؟ اي بضاعه يردون يمشوها خلوا عليها صوره مراه عاريه اجلكم الله ومشوها. هي هاي المراه؟ ذولاك اللي اهانوا كرامتكم، مو احنا. احنا هاي اليوم نقيم مجلس لاجل من؟ ها؟ لاجل فاطمه بنت رسول الله، ونتشرف بان نكون مو تراب اقدامها، كثير نصير تراب اقدام، وهي شفيعتنا يوم القيامه. هذا الدين، احنا نحتقر المراه؟ الله اكبر. واذكر، الله يقول للنبي اذكر مريم. بعد شو تريد المرأة؟ ألفت نظركم قرآنية ثانية، بس التفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا. ضرب الله مثلا، ما أدري هذا المثل من الله ضربه لهم حتى يستفيدون أو لا. هو ليش ضرب المثل؟ غير شيء؟ أكو شيء ثاني انطوني أنا ما أدري. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا هذا في الجانب السلبي مو الإيجابي، راح أجد الإيجابي. كاتب الآية سأقالكم إياها بس التفتوني. أسألكم بالله، ضرب الله مثلا للذين كفرنا يو كفروا؟ ما أسمع جواب. كفروا يعني المثل مضروب للرجال والنساء يو بس للنساء؟ لو فقط للنساء لا الله ايش قال؟ ضرب الله مثلا لمن؟ للذين كفرنا امرأة، صحيح ولا؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا رجالا وشنو؟ فالامرأة يقتدى بها في الجانب الإيجابي من قبل الرجل والماذا؟ والمرأة. ويستفاد من خطئها إذا وقعت فيه من قبل من؟ الرجل والمرأة.
ولهذا واذكر في الكتاب مريم. وذكر مريم مو للنساء، مو قدوة للنساء، للرجال. هسه تقول لي مو هذا الذين كفروا الذين آمنوا، ضرب الله مثل الذين آمنوا. أقرأ لك الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، مو للذين آمنا ولا للاتي آمنا. حتى تقول الاقتداء النساء بالنساء، لا أبدا. الامرأة إذا كانت إيجابية الرجل يقتدي بها، بدليل هذه الآية. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هسا آسيا الله ضربها مثلا للاتي آمنا، يو للذين آمنوا، للذين آمنوا يعني رجال ونساء، يو بس نساء. يا إخواني الله يحفظكم، الله يحفظكم، اكتبتم هذا قرآن كريم. يعني الله جل وعلا آية في القرآن الكريم يقول يا أنا الذين آمنوا، مو اللاتي آمنوا، الذين آمنوا اقتدوا كلكم بآسيا. احنا نحتقر المرأة، الله أكبر. هاي ابن الفاطمية الأولى، الفاطمية الثالثة، احنا ندق ونلطم على منه؟ على أي امرأة؟ احنا المرأة يعني المرأة تحترم بس إذا تطلع لابسة نص ونص بالشارع، هاي احترام المرأة؟ المرأة تكون محترمة فقط إذا هذا صديقها وذاك صديقها وهذا ماشي وياه وذاك ماشي مسوي وياه، وهاي احترام المرأة؟ هاي نظرتشن هذا احترام المرأة؟ يعني مكياج وملابس ضيقة وهاي المرأة، هاي آسيا الله ضربها مثل الذين آمنوا. بس هنا هم أكو كلام خلي أقوله، لأن هنا أكو شبه بالزهراء سلام الله عليها. هذا البحث يحتاج 6 ليالي بدون مبالغة حتى أسولف براحتي وأطلع لكم به حقائق عجيبة، بس راح أظلمه بليلتين، راح أظلمه بليلتين. عجيبة هاي آسيا، الله يذكر بيها شيء موجود بقضية الزهراء بس على نحو أكبر من آسيا. شنو؟ أولاً آسيا موالية، وثانياً آسيا عندها براءة من أعداء الله. شوفوا أخوان التفتوا لي أرجوكم. ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي، الله، هاي بين قوسين رب ابن لي عندك، الله أكبر. القرآن كأنه يشير أن آسيا ما كانت تريد جنة كفاكهة وجنة كأنهار وجنة كتفاح وجنة كراحة، لا لا، آسيا كانت تريد الجنة كقرب الله جل وعلا. طبعا مو القرب المكاني، القرب المعنوي، قرب الكمال. بس التفتوا لي أرجوكم، كانت تفكر رب ابن لي مو بالجنة حتى أنهار وألتذ بيها، لا لا، رب ابن لي عندك، مجاورتك، قربك، اللي القرآن يعبر عن هذا الأمر في مورد آخر، ورضوان من الله أكبر. القرآن مرة يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة، على مود الجنة. القرآن مرة يقول في علي بن أبي طالب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء شنو؟ مرضات الله، مو الجنة. ورضوان من الله أكبر من الجنة وغير الجنة. شنو من امرأة؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شنو من امرأة كاملة؟ شنو من امرأة كاملة؟ القرآن يقول هاي ضربناها الذين آمنوا برجالهم ونسائهم، ماكو فرق. كنا نخضع أمام آسيا موالية وبعد عندها براءة من أعداء الله. يلا وين احنا الآن؟ وين احنا ثقافتنا؟ بالكم يمي رجال ونساء، إذا أكو نساء ويسمعنا من خلال البث إن شاء الله، وين براءة من أعداء الله؟ شوفوا، رب ابن لي عنده الجنة ونجني من فرعون وعمله، هاي براءة ومو براءة، ونجني من فرعون وعمله، ها؟ بعد ونجني من القوم الظالمين، هاي براءة، كان عندها ولاية وكان عندها شنو؟ براءة. آسيا ما أدري هسه احنا الآن في أيام الزهراء، الزهراء بعد الزهراء وولايتها لله وولائها لله، والزهراء وولائها لرسول الله، والزهراء وولائها لأمير المؤمنين وهي شهيدة ولاية أمير المؤمنين،
والزهراء وبراءتها من فرعون وعمله. ما أدري واضح الحكي؟ مو واضح؟ واضح. والزهراء وبراءتها من العجل ومن السامري ومن فرعون ومن إلى آخر، وهذا واضح عندكم ما يحتاج يعني. هاي مثل ضربها الله مثلا يا نسائنا، هاي حقيقة المرأة. وبعد أكو عندي حكي هواي راح يجي، حكي قوي جدا قرآني راح يجي. هذه المرأة إذا تريد تكون امرأة، تكون مثل مضروب للناس، للذين آمنوا بالرجال والنساء، والله يقول اقتدوا بها، وضرورة أن يذكر، واذكر وضرورة أن يذكر هذا الأمر. هسه تقول لي زين والزهراء وين؟ الزهراء أكبر من هذا الحكي كله. شلون؟ باكر، مو الليلة، الليلة خلينا أسس، هذا الحكي باكر إن شاء الله. شلون الزهراء؟ ولهذا قلت الزهراء تشير إلى خصوصيات، بعض الخصوصيات موجودة عند غيرها عندها أكثر أكبر، بعض الخصوصيات ما موجودة بس عندها، بعض الخصوصيات في الواقع عند غيرها بالمفرد عندها بالجملة. شوفوا هاي ثلاث أمور دقيقة أنا قاعد أركز عليها، تفصيلها كله باشر راح يجي إن شاء الله تعالى. فالبحث دقيق جدا وقيم بهذه الحيثيات الثلاث اللي راح أجيب أمثلتها الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. هسه بعد اكو عندي كلام بس ما اقدر اقوله باعتبار الوقت شارف على الانتهاء، اريد نخلي حصه للرثاء يعني. لا بعد اكو كلام كثير اتركه الى الليله الاتيه، ومن ثم اصل الى اساس موضوعي في الليله الاتيه ان شاء الله تعالى. طبعا آسيا في الروايات الشريفه عن آل البيت عليهم السلام أنه عذبت واستشهدت، هاي المضروبة مثل للذين آمنوا، وأكو الله ضرب مثل للذين كفروا، مو للاتي كفرنا ولا للاتي آمنا، للذين آمنوا الذين كفروا، والمثل كل نسائي في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي في الواقع. هاي الإمرأة لما تريد تاخذ دورها في الواقع، لما تريد تصير أعلى عليين ولما تريد تصير أسفل سافلين، هاي الإمرأة الموالية المتبرية اللي الله ضربها مثلا للذين آمنوا استشهدت، قتلها فرعون. أما سيدتها وسيدة نساء الكون منذ خلق الله الكون إلى يوم القيامة، سيدة الكل في الكل باستثناء الخاتم والوصي صلوات الله عليهما، أيضا استشهدت وأيضا قتلت من قبل الظالمين، لأنها تبرأت منهم وأعلنت براءتها ووضعت النقاط على الحروف وفضحتهم وخزتهم. ولليوم البعيد لما يسمع اسم فاطمة يختل توازنه، فاطمة مرعبة مخيفة، لأن بالصحاح يرضى لرضاها ويغضب الله لغضبها، وبالصحاح رضاها رضا النبي وغضبها غضب النبي، وبالصحاح ماتت وهي غاضبة على وعلى. بعدها شو تخلي لها والطيب؟ شو تخلي لها والطيب؟ منين ترهمها؟ أنا أسأل شلون تترهم؟ ولهذا أنا السنة الفاطمية الأولى من خلال قنوات الأنوار، من خلال قناة الأنوار، قلت للأحبة لأتباع آل البيت في العراق، قلت لهم السنة اعلنوها ثورة فاطمية، ثورة فاطمية مجالس الزهراء، لأن الأساس مو محرم، الأساس فاطمة، مو محرم، الأساس فاطمة هي الأول من وضع النقاط على الحروف الزهراء، مو محرم أبدا، الأساس فاطمة، فاطمة وما جرى على الزهراء، ولاية وبراءة من أعداء الله، دفعت ضريبة غالية، وهاي الضريبة كانت أن تعصر بين الحائط والباب فيكسر ضلعها ويسقط جنينها وتحمر عينها ويسود متنها. الله أكبر، الله أكبر. وما يبقى مكان بجسمها الشريف الطاهر إلا ويوسم في الواقع، إلا ويوسم بالسياط وبالضرب وبالصفع وباللطمو، واوات كثيرة في الواقع. وبقيت عليلة وطريحة فراش سلام الله عليها،
يدخل عليها أبو السجاد سلام الله عليه بآخر عمره، يشوف أمه بيا حالة، أمه يغمى عليها بين الساعة والأخرى، 18 سنة يغمى عليها، نعم يغمى عليها، 18 سنة يغمى، نعم يغمى عليها، 18 سنة تقول صرت كالخيال كالخيال وقد جف جلدي على عظمي، 18 سنة نعم هكذا صار فيها، تقول كيف أحمل وقد صرت كالخيال وقد جف جلدي على الله أكبر، 18 سنة يا حبيبة محمد، نعم نعم آذان الظالمون آذوني آذوني الله أكبر. قام تجي القبر أبوها بالليل، ماكو أحد بس هي، تجي القبر أبوها تقول له يا أبويا يا رسول الله يا أبويا، أبويا أنا اللي تبوس إيدي، تبوس إيدي تنيد، تبوس نحري أنا مو أبويا، تقعد بمكاني وتقعد بمكاني ملاحظ، او اني اقعد بمكانك وانت تقعد قبالي يا رسول الله. اي حبيبتي يا ابويا قمت ادق باب يم باب، بل كان ينتهض لحقوق طلا خوش دمها الله يرحمها العبره، واحنا بكربلاء الحسين واحنا بحمى الحسين واحنا بحمى الحسين، يا ابويا قمت ادق باب يم باب يا ابويا قمت، علي قام ياخذها بالليل يدق البيبان يقول لهم تعالوا نصرونا دين الله بخطر، يا ابويا قمت ادق الباب يا باب، بل جليل تضل حقوق طلا، ابويا تصافوا بينهم واصبح واحباب، ابويا تصافوا بينهم واصبح واحباب، ابويا بس انا وعلي طلعنا اجناب. يا ويل عليك والله ابويا، بس انا بس انا وعلي طلعنا طلعنا اجناب، ابويا عادت تلتقط ابوها يجونا يجونا يجونا. يا ناس اللي عمرها 18 سنه وابوها يروح يجون يقولوا لها عظم الله اجرك البقى براسك، مو انت وانا مش كذا، بويا عادة تفقد أبوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسونها، بويا يواسونها يا هي مثل دارها يحرقونها، أبوها يموت ثاني يوم يحرقون بيتها، هاي بس ثاني يا هي مثل دارها يحرقونها، يا وعلى دمعة عينها يسطرونها يا ابويا. اكو ابيات ثانيه اريد اقراها واختم حتى المله يصعد، ما اريد اخذ وقت. ابو اليمة قصد الامه ويهل عبره، قصه قصه خليها ببالك مروتك انت، ابو دمعه خوش دمعه عندك يا ابا عبد الله احنا بحماك. ابو اليمة قصد الامه ويقل عبره يقل عبره، يقلها ليش خدك بي اثر سطره. عمره ايش كثر؟ 6 سنين الحسين، 6 سنين عمره، بعده 6 سنين 7 سنين. يا ولي جسر يا يمه وتعديت، خبريني بجد المصطفى وفقده، يما يا خيمة علي ويا درع بالشدة دحاتيني وانا المظلوم ابو العترة. يما من ضربك؟ قولي لي، عندكم اولاد؟ الطفل اذا امه تبكي هو يبكي. سالت دمعة الزهرة الزكية علي، وقصدت لا تشم بنحرة وتحاكي، او علي مد ايدك على خدي ودشوف وش بي. يما وانظر عيني من كثر الضرب حمرة، وانظر عيني من كثر الضرب حمرة. بعد يما والآذان موقف يا أبو اليمة يا أبو اليمة، محسن من وقع وتقمط بدمة، يما كل همة يظل وياك كل همة، ويطيح وياك لما تهوى على الغبرة. اسمع هالبيت، يما محسن دم ضلوعي، محسن محسن دم ضلوعي، صار له تغسيل
أبو علي وانت تغسلك الحرة بدموع الميال. يا ويلي عليك يما محسن دم ضلوعي صاير للتغسيل وانت تغسلك الحرة بدموع الليال. ابو علي محسن داست الرجلين وانت الخيل. شلون حجي هذا؟ محسن داست الرجلين وانت الخيال. ابني وانا الطم عليكم يا ابني بالعشرة وانا الطم عليكم بالعشرة. وين الملا؟ خلي تفضل. بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خير. إلهي بحق فاطمة الزهراء وهذه الليالي العظيمة أن تكتب هذه الأسماء جميعا في سجل الزهراء وفي سجل الباكين وفي سجل المعزين. جناب الشيخ ما قصروا بجاكم، لكن ذكرني بموقف لما أتت زينب وتسمع الحسن والحسين يكلمون الزهراء يقلها لا تبجين لا تبجين. الزهراء تنب على زينب تقلها لا تبجين لا تبجين، زينب يما لا تبجين والله لا تبجين، خليه دموعك من يطيح حسين، والله خليه دموعك من يطيح حسين. يقلها حاجيني حاجيني يا يمه ولا تسكتين لا تسكتين، مرد قلبي يما ما تقعدين، عقب عيناك يا يما وين انطل وجه وين، وانا جمدوب دمعي يظل سجاب. إلهي بحق الحسين ودموع الحسين، إن شاء الله الليلة كل الأسماء مكتوبة. قوم وقف على حيلك عمي، بارك الله بيك، وسم صدرك الليلة، اكتب اسمك في سجل المعزين وفي سجل الباكين على الزهراء في بركة الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات. مصل على محمد، اللهم صل على محمد وإلي على الزهرة المظلومة، وإلي على ارجع إلى الخلف حبيبي، وإلي على الزهرة المظلومة. رتب حسيني حسيني. عاشتي وماتت محرومة، ويل ارجع الى الخلف اكو مجال وراك، بارك الله بك، ويل عالزا ايه، ويل عالزهر المظلومة، ويل هلا بالنشامة هلا. عاشتي وماتت محرومة، ايدك لي فوق لي فوق ارفعها. يبقى العزة ودائم حتى ظهر القائم، ويلي 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 عالزة هلا بالشباب، ويلي عالزة
ايه يبقى العزاء ودائم حتى ظهر القائم والوليه. ايدة لي فوق لي فوق خليني اشوفها. ويلي عالزة ايه عاشتي وماتت محرومة. ايه عاشتي وماتت مظلومة. ايه خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. ونلبس اسود يا محمد نلبس اسود. الله خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. ما اشوفها ايدك. خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية بطم في دول كسر ضيل علزجية. ونلبس اسود نلبس اسود يا محمد. الله لا يخس لسانك بعد. نلبس اسود اسمع مني. خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. ونلبس اسود نلبس اسود نلبس اسود. اخر مره. خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. ايدك ارفعها. اي خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم في دول كسر ضيل علزجية. ونلبس اسود نلبس اسود يا محمد. بعد نلبس اسود يا محمد. اي من نفس ذاك الحطب غدت نيران الغضب تشتعل بينا على مصابي اللي جرى للبتولي الطاهرة. من يطفينا من يطفينا يا هولي نشف الدمع ويا هولي جابر الضلع. هنا يا والينا بس قيامي المنتظر لما نيطش الخبر ظهر مهدينا. نشمي اي يمت تقرب سيدي لحظة وعودك وداعت العباس كل احنا جنودك. يمت تقرب سيدي لحظة وعودك وداعت العباس كل احنا جنودك. علينا اشهد علينا اشهد يا محمد. ونلبس اسود ونلبس اسود. خلها تتكسر خلها تتكسر ضلوعي الجعفري باللطم باللطم في دول كسر ضيل عز.
ما شاء الله. ايه باللطم في دول كسر ضلعل ونلبس اسود نلبس اسود يا محمد. ايه يا مصيبة اللي سدت هذا بسمار ونبت والضلع ينزيف وطفلة زينب شاهدت امها مصيوبة وبكت خايفة وترجف. إلى الشاعر المخلص أحمد ماضي القلعاوي. آه يا مصيبة اللي سدت هذا بسمار ونبت والضلع ينزيف وطفلة زينب شاهدت أمها مصيوبة وبكت خايفة وترجف خايفة ارتجت أركان الفلك ونزلت صفوف الملك والسمات يهتيف وشن خديجة عاودت وآسيا ومريم اجت بالبقيع تحيف بالبقيع هي اللي بيديك عقدة الكون ونسيجة جينا نرفع هالعزل أمك خديجة هي اللي بيديك عقدة الكون ونسيجة جينا نرفع هالعزل أمك خديجة وهمنا يشتد يا محمد يا محمد ونلبس أسود نلبس أسود خلها تتكسر خلها تتكسر ضلوعي الجعب الله لا تخس لسانك طم في دول كسر ضلع الزكي خلها خلها تتكسر ضلوعي الجعبريه ونلبس اسود نلبس اسود يا محمد ونلبس اسود يا محمد. اي احنا شعب وننهضم ولاجلك نشد اللطم وينهم اللطام الحسينيين ايدك لي فوق ان شاء الله نشوف هالزهراء. احنا شعب وننهضم ولاجلك نشد اللطم يا شفيعتنا باكر بيوم الحشر انت يا الزهرة ذخور يا وسيلتنا يا وسيلتنا محبتك هي النجاة بيها مقبول الصلاة وكل عبادتنا انت يا اعظم فروق بكل قلب شيعي نبوض باب جنتنا باب جنتنا حتى لو ما إلها مرقد يا نبينا بالضماير من محبتها بنينا أريد وياي حتى لو ما إلها مرقد يا نبينا بالضماير من محبتها بنينا إلها مرقد يا محمد هلا ونلبس أسود يا محمد خلها تتكسر خلها آه باللطم في دول كسر ضلع الزكي فدوى أروح لك خلها تتكسر ضلوعي الجعفرية باللطم ونلبس أسود نلبس أسود يا محمد ونلبس أسود احنا شيعة وننهضم
ولجلك نشد اللطوم يا شفيعتنا، باكر بيوم الحشر انت يا الزهرة ذخور يا وسيلتنا يا وسيلتنا. محبتك هي النجاة وبيها مقبول الصلاة وكل عبادتنا، انت يا اعظم فروق كل قلب شيعي نبوض باب جنتنا باب جنتنا. اي حتى لو ما الحقد يا نبينا بالضماير من محبتها بنينا، حتى لو ما إلها مرقد يا نبينا بالضماير من محبتها بنينا، إلها مرقد يا محمد هلا هلا، إلها مرقد خلها تتكسر خلها تتكسر ظلوع الجحفرية في دوى الكسر والعزشية، خلها خلها تتكسر ظلوع الجحفرية. آه باللطم في دوى الكسر ظلع ايه بس اسود اي تصرخ آيات الكتاب. أريد أكمل القصيدة الله يوفقكم. تصرخ آيات الكتاب دفعة وعلى الزهر باب واسقط آية. آه يا نار الفتن هلت دموع الحسن على الوجه راية على الوجه، وشاغل حسين البكي تقرب عيونه حكي وهاك الحجاية. يما باكر انسحب وخدر زينب يحترق وتنسب سباية تنسب سباية، وتوقع جفوف القمر فوق الشريعة وتضرب صياط العدم تون الوديعة، وتوقع جفوف القمر فوق الشريعة وتضرب صياط العدم تون الوديعة، وملها أحد يا محمد. آه ملها أحد اي خلها تتكسر ضلوع الجعب. الله لا يخس لسانك بدو اروح لهالاصوات. خلها تتكسر ضلوع الجعب ايه باللطم ونلبس اسود نلبس اسود يا محمد. اي وظلت الشيعة تون ولابس ثياب الحزين تندب وتنحب. ايدك لي فوق النشمي. وظلت الشيعة تون ولابس ثياب الحزين تندب وتنحب، جرح انتي بكل نفس يلطم الجين والانيس ويلطم زينب ويلطم زينب هلا ويلطم زينب ويلطم زينب. شلون نشرح هالالم بيج الاسلام انهدم مو فقط مذهب نار بينا من المهد عليك تبقى للأبد بالقلب تلهب بالقلب تلهب. اي قل هو الله أحد باسمك قرأنا
فاطمة ولاجلك تهل دمعة علينا، قل هو الله أحد باسمك قرينا، فاطمة ولاجلك تهل دمعة علينا، وتجرح الخد يا محمد، وتجرح الخد خلها تتكسر، خلها تتكسر ضلوع الجعفري، الله باللطم فيد والكسر ضلع صوتك، خلها تتكسر ضلوع الجعفري، آه باللطم فيد والكسر ضلع، ونلبس اسود نلبس اسود نلبس اسود يا محمد، يا حسين وياك اموت بكربلاء، يا حسين وياك يا حسين وياك اموت بكربلاء، لا تستعجل بارك الله بك، يا حسين وياك اموت بكربلاء، يا حسين وياك اموت بكربلاء، خلنا سمعك لا تستعجل حبيبي، يا حسين وياك اموت بكربلاء، ايها مت عيون الامان نزلت باطهر ارض، توضت بدمعة حزنها تممت باقي الفرض، هامت عيون الأمان نزلت بأطهر أرض، توضت بدمعة حزنها تممت باقي الفرض، كربلاء 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 قبلة عشقها العاشت بروح النبض، ملكة سنين الموالي سيطرت طول بعرض، سيطرت طول بحروف من نور سورها مرتلة، يا حسين وياك أموت يا حسين وياك يا حسين وياك بحروف من نور سورها مرتلة، يا حسين وياك اي جملة ما تركت نزلنا وداست اشواق الجفة، جملة ما تركت نزلنا وداست اشواق الجفة، ثبتت نغمة حزنها بالعقل والعاطفة، ثبتت نغمة حزنها بالعقل والعاطفة، كربلاء نفس المدينة بالحديث مشرفة، كربلاء نفس المدينة بالحديث مشرفة، يثرب تنور بنبينا وكربلاء قلعة وفة، كربلاء قلعة وفة، شمسيا بالكون علينا منزلة، يا حسين وياك يا حسين وياك يا حسين وياك شمسيا بالكون علينا منزلة، يا حسين وياك اي جملة ما تركت نزلنا وداست اشواق الجفة، الى خادم الحسين هاشم اجعاز السماوي، جملة ما تركت نزلنا وداست اشواق الجفة، ثبتت نغمة حزنها بالعقل والعاطفة، كربلاء نفس المدينة بالحديث مشرفة، يثرب تنور بنبينا وكربلاء قلعة وفة، كربلاء قلعة وفة، شمسيا بالكون علينا منزلة، يا حسين وياك يا حسين وياك أموت بكربلاء، هلا شمسيا بالكون علينا منزلة، يا حسين وياك كربلاء كعبة محبة وملقى نهرين الإبة، شدها شدها النشمي، كربلاء كعبة محبة وملقى نهرين الإبة، رافع أشراع الكرامة والعدل والمنقبة، رافع أشراع الكرامة والعدل والمنقبة، ما تداني هالمدائن صفت بأعلى مرتبة، ورفع أنت اخترت لله.